تحولت ركوب السكك الحديدية في السنوات الأخيرة إلى مغامرة وأحياناً مقامرة تستدعي أن يكتب بعضنا وصيته ربما قبل أن يركب القطار، فإن الذي يجلس على هذا المقعد مقعد وزير النقل والمواصلات ويحمل هذه الحقيبة وأكد أن لديه تركة كبيرة جدا من المشاكل وسيل من الأسئلة التي عليه أن يجيب عليها. لذلك أدعو الله أن يعيننا ويعين ضيفنا على أن نطرح أهم هذه الأسئلة التي تشغل بال الرأي العام. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي سيادة الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل والمواصلات. أهلا وسهلا فندم. أهلا بك يا سيدي. بالطبع السؤال الأبرز في أول ظهور لحضرتك بعد هذه الحوادث المتتالية من القطارات، يمكن حضرتك عملت هذه الحقيبة مرتين، المرة الأولانية انتهت بعد مأساة كبيرة وهي قطار العياط سنة 2002، واستهللت هذه الحقيبة وبدأ معها مأساة شبيهة في القطار الذي حدث قبل أسابيع وتحول أيضا إلى مأساة، فبدأ الأمر أننا يعني لا كل الأخطاء قابلة للتكرار. هل حضرتك لديك تفسير؟ يعني أنت حملت هذه الحقيبة مرتين وبالتالي لديك ربما قدر من المواصلة، إيه اللي اختلف في سكك الحديد ولماذا تتكرر الكوارث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمي حضرتك وانت ذكرتيها في المقدمة أن سكك حديد مصر هي تاني سكك حديد على مستوى العالم، وهذا معناه أن عمر سكك حديد مصر 170 عام تقريبا. خلال 170 عام دول لم تأخذ سكك حديد مصر الأولوية الأولى في أعمال التطوير والتحديث ضمن برامج الحكومات التي تعاقبت خلال 170 عام دول. ومن ثم الدنيا كلها اتطورت من حولينا، كل اللي يملكوا سكك حديد بعدينا أصبحوا الآن عندهم قطارات آمنة، قطارات بتستخدم الجر الكهربائي بدلا من الجر بالسولر، عندهم قطارات فائقة السرعة بسرعات مختلفة، عندهم نظام إلكتروني وكهربي في تأمين الإشارات الضوئية على الشبكة الخاصة بهم. يا فندم احنا ما عندناش الحاجات دي لغاية دلوقتي. انا هقول لك حاضر هنجيلك حاضر. وفي نفس الوقت عندهم اهم من هذا وذاك بقى، أيوة، سلوك مواطنين يلتزموا بآداب وتعاليم المرور وبيحافظوا على المرافق العامة بهم، لأن هذه الوسيلة بتقدم خدمة عامة للمواطنين. فلما تاخدي كل الحاجات دي تجدي ان احنا تأخرنا كثيرا، يعني تأخرنا في تطوير وتحديث السكك الحديدية نظرا لعدم اعطاء الدولة الأولوية الأولى في هذا المجال، وفي نفس الوقت للقصور في التمويل المالي، لأن السكك الحديدية عادة في كل الدول هي بتنظمها وتديرها وتشغلها وتمتلكها الدولة. فمسم واجب عليها أن هي تضع من الموازنات والميزانية المبالغ اللازمة لأعمال التطوير والتحديث. خلينا نبدأ في النقطة دي. فكرة القصور اللي حضرتك رصدته في دور الدولة. يعني عندما يصبح الأمر سيناريو متكرر ويشار بأصابع الاتهام للدولة ولمرفق مهم جدا فيها بيعتمد عليه ناس كتيرة وأغلبهم من الفقراء، وتحصل كوارث زي اللي حصلت من سنة 2002 كارثة العياط ولا يتم أي تطوير. احنا دلوقتي في فرق حوالي 10 سنين ما بين الكارثة الأولى والكارثة الثانية. إيه اللي اختلف؟ لماذا لم تعطي الدولة هذا الاهتمام؟ ما الذي تنتظر الدولة؟ لماذا ننتظر الكارثة دوما؟ هو شوف زي ما بقول لحضرتك، يعني هي القضية برضه أنا حطيت كذا فاكتور، ومن ضمن هذه العوامل قلت مش الدولة هي كل حاجة، الدولة زائد العنصر البشري. فإحنا النهاردة بقى بنبص دلوقتي لتطوير وتحديث سكك حديد مصر على أن الدولة إذا كانت قادرة على تمويل وتطوير وتحديث جزء من المنظومة والرؤية التي وضعناها، فهنلجأ في الجزء الآخر إلى المشاركة المجتمعية بقى، وطرح ما لدينا من رؤى للتطوير على المجتمع بمشاركة بقى رجال الأعمال، بمشاركة البنوك، بمشاركة المواطنين. هل عن طريق اكتتاب يعني فكرة أن يكون لدينا الأول بنية تحتية
صالحة. احنا بنتكلم هنا عن حاجات متعلقة بالأمان، عن مزلقانات بتعمل بشكل بدائي جدا وبتعرض حياة ناس سواء اللي بيستقلوا القطار أو اللي بيضحهم أسلوب حياتهم في مواجهة القطار وبعضهم أطفال، وكانت حوادث مؤسفة الحقيقة وصعبة. أنا أقول لحضرتك يعني هي عشان برضو بس نضع الأمور في نصاب، زي ما بقول لسيادتك إن البنية الأساسية للسكك الحديدية أصبحت متهالكة بعد زحف النمو العمراني على حرم السكة الحديد نفسه. هذا النزوح أثر على الجسور وعلى الاتزان بتاع القضبان. حضرتك وريتني فعلا صور لبعض هذه النزوح اللي هنعرضها. بالظبط. فطبعا دي قضية خطيرة جدا وإزالتها يعني عاوزة جهد مشترك من المحليات يعني الإدارة المحلية بالكامل، لنتعاون كلنا في إزالة هذه العشوائيات ونحسن من سلوك المواطنين، بدل ما يختاروا المزلقانات يبيعوا عندها ويعملوها أسواق على المشاع كده، ما كل مدينة من هذه المدن ما توفر مكان داخل المدينة وتجمع فيها كل العشوائيات. السؤال الذي يبدو منطقيا هنا، لماذا كان الانتظار لغاية يعني مؤكد المسألة دي ممكن بترجع من زمان، ليه يعني تم الانتظار لغاية ما الناس تبني وندخل في الصور حتى اللي احنا شفناها وهنعرضها للناس اللي داخلة ببيوتها في حرم السكك الحديد، وبعدين افكر هزلها ازاي؟ لماذا سمح من الاساس؟ ما هي دي المشكلة يعني في غيبة الرقابة بتاع المحليات تم هذا الزحف وتم هذا الاعتداء على حرم السكة الحديد، وكانت النتيجة ان اصبحت السكة الحديد نفسها مهددة بالسلامة وضمان حركة الامان عليه. هذا الموضوع بالذات بقى بيخلينا النهاردة بقول ايه، ان في رؤيتنا للتطوير هيصعب ان انا اطور الشبكة الحالية كما هي بحيث امشي عليها قطارات بسرعات اعلى، ولكن بقول ايه، انا بطور وحدث الشبكة الحالية وأزيد عوامل الأمان عليها بمعالجة كل المشاكل بتاع المزلقانات. ولعل حضرتك كم مزلقان يعني احنا عندنا اللي عندي بتتراوح ما بين 400 لغاية 900؟ لا 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 لا، المزلقانات اللي هي المرصودة بأنها خطيرة ويجب إصلاحها. احنا عندنا 1332 مزلقان شرعي. يعني ايه شرعي؟ يعني اللي هي اعتمدتهم هيئة سكك حديد مصر عند التقاء الخطوط الحديدية مع شبكات الطرق. ولكن عندنا 4500 مزلقان بقى غير شرعي، دول اللي الاهالي قالوا عملوهم كل واحد قدام بيته وكل مدرسه قدام المدرسه وهكذا. هل دي خضعه لاشراف الوزاره؟ لا طبعا. طب المزلقانات اللي بتحصل فيها الحوادث وتبقى حوادث كبيره زي الحادثه الاخيره في دهشور، وبنجد في الغالب ان الذي يتحمل نتيجتها، ويمكن دي مساله الرأي العام عادة بيتساءل، نسمع عن حادثة راح ضحيتها عدد كبير جدا من الأهالي، وفي النهاية نجد أن من يتحمل اللوم غفير غلبان قاعد ما عندوش أي وسائل، لا الأمان ولا المراقبة ولا عنده أدوات يشتغل بيها، وبيشتغل شيفت ممكن يبقى 13 أو 14 ساعة، فممكن ينام على نفسه وهو لا يتحمل المسؤولية. ما هي دي المشكلة بقى، هو يعني الأخطاء والحوادث التي تحدث على المزلقان، يعني لما تيجي حضرتك تحلليها بقى علميا، عمر ما القطر بيخرج من على القضيب بتاعه علشان يصطدم بحافلة أو بعربية لوري أو بتاعه، هم اللي بيخشوا على القطر وبيخشوا على القطر في حتى والعلامات الضوئية عاوز يعدي بسرعة، فبتكون نتيجة لعدم تقديره لسرعة القطار القادم، لأن ده ماشي في اتجاه وهو والقطر ماشي في اتجاه متعامد عليه، فسوء تخطيط وسوء تقدير للسرعة بينجم هذا التصادم. فأمر طبيعي إن هو لعدم صبره، مع إن الإشارات بتبقى مولعة والشادوف بيبقى نازل أو السلسلة موجودة، بيتخطى كل ده ويخش ويخترق. يخترق الشادوف ويخترق السلسلة. حصل. طيب. لكن الأغلب العام في معظم أو العام المشترك في معظم الحوادث اللي شفناها إن لا بيبقى في شادوف ولا بيبقى في سلسلة. لا 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 لا. لا يعني هذا غير حقيقي، والدليل نتائج التحقيقات بتبرز هذا. واحنا بنقول ان موضوع المزلقانات ده يعني تقدري حضرتك تقولي ان 70% منه هو سلوك
اخطاء بشريه من مستعمل الطريق مش من مستعمل السكه. الاخطاء البشريه لكن احنا دلوقتي بنناقش حضرتك وحضرتك انت الوزير فبنسال حضرتك عن اخطاء الدوله. الاخطاء البشريه انا اتوقف عندها كده. احنا شوف حضرتك. لكن انا عايز اسال حضرتك ما يقال يعني احنا عقب حادثه دهشور استمعنا الى بعض العاملين في السكك الحديديه ارجعوا احد اسباب ما يحدث في السكه الحديد من مشاكل والمزقلات وغياب التطوير الى ما اطلقوا عليه فساد، وانا بحمل الحاجات دي وعايزه استمع الى ردود من حضرتك. قيل مثلا ان السكه الحديد كان لديها يعني فند او يعني تمويل حوالي 8 مليار جنيه لتطوير السكه الحديديه تم استهلاك اغلبه في تطوير محطه رمسيس وانشاء مول خاص بها بدل ما يتم انفاقه على تطوير المزلقانات والسكه الحديديه. ذكرت حوادث فساد لها علاقه بتخريد مثلا الحديد الخاص بالشواديف اللي حضرتك قلتها واستبدالها بجنازير يسهل اختراقها لأغراض ما في نفس أكثر من يعقوب. هل إلى أي مدى حضرتك شايف أن في مساحة ممكن تكون من الفساد تقف وراء بعض شوف الفساد؟ حضرتك يعني ما ذكرتي من أمثلة غير حقيقية. ليه بقى؟ لأن يعني مثلا على سبيل المثال حضرتك بتقولي تطوير محطة مصر ما خدش 8 مليار كلها 350 مليون جنيه اللي اخدهم، ولان احنا في اعمال التطوير اللي احنا بنعملها بنعمل تطوير عشان يجيب عائد للسكك الحديديه اللي من وراها هنطور ونشتري عربيات جديده وهنطور الاشارات وهنطور السكه وهنطور الجسور لزياده عوامل الامان. فاحنا عندنا مشروعات كثيره متعدده للاستفاده من المساحات الفراغ اللي بتمتلكها هيئه سكك حديد مصر. احنا عندنا 1,900,000 متر مسطح على مستوى الجمهورية أراضي فاضية. ومن ثم احنا عملنا شركة اسمها شركة المشروعات للسكك الحديدية لاستغلال هذه الأراضي والاستفادة من العوائد بتاع هذا الاستغلال لتطوير البنية الأساسية والأسطول والورش الخاصة حتى يحدث ذلك. أنا عايزة حضرتك ترد على الناس اللي أصبحت تخشى أن تركب القطارات ولا يوجد لديها وسيلة بديلة. ما الذي يضمن ان هم مش هيفقدوا حياتهم لان الغفير مثلا اللي على المزلقان نام وما عملش الانذار، لان السواق بتاع الحافلة ممكن يكون طمع في زيادة الاجر فانطلق بحافلة فيها اطفال وفقدوا حياتهم وهم اغلى ما يملكوا اهلهم واغلى ما نملكوا احنا. ايه الوزير النقل اللي ممكن يقول لهم حتى لا تقع الكارثة ويبقاش كل مرة ان احنا بنعالج اثرها؟ شوف انا عاوز اقول برضه لحضرتك حاجة، هذه الكوارث موجودة على مستوى العالم كله حقيقة. بنفس النسبة الموجودة في مصر؟ أمريكا فيها 7,000 حادثة مزلقان السنة اللي فاتت بس ب 1,700 قتيل في السنة. وكله من السلوك البشري الناس المستعجلة. كلها عند المزلقانات. وافتح الإنترنت وتشوفيها. واخدة بال حضرتك؟ فهي النقطة إحنا أنا بأناشد المواطنين وسائقي الحافلات والأتوبيسات ومركبات النقل الثقيل إن عند عبورهم للمزلقان يتأكدوا من عدم العبور إذا كان هناك أجراس تشير إلى دخول قطار إلى هذا المزلقان، لأنه هو بيعبر زي ما بقول حضرتك لا يقدر السرعة بتاع القطار اللي جاي بيه. فبيكون المسافة اللي بيعبر بيها ويكون التاني ماشي بسرعة أعلى فبيكون نتيجة كده. هنحاول نعرض كمان الصور اللي شفناها للناس بتعدي في أوقات صعبة أمام القطار، لكن يعني مفهوم طبعا فكرة الإلحاح على السلوك البشري للناس ونتمنى أنه يتغير. النسبة التي تتحملها الحكومة بالنسبة لتطوير المزلقانات، تحويلها لمزلقانات آلية، تحسين ظروف العمل للناس اللي بتشتغل فيها وبالتالي حضرتك تقدر تحاسبهم احنا منطقي يعني وطبيعي. لعل حضرتك انا منذ 3 ايام رحت افتتحت 4 مزلقانات في محافظة الإسماعيلية وخلصنا كمان عدد في محافظة سوهاج ان شاء الله هنروح له. احنا الخطة بتاعتنا هي ال 1,332 مزلقان الشرعي انجزنا منهم حتى الان 173 مزلقان طوروا على مستوى الجمهوريه ككل. باقي المزلقانات ان شاء الله بالتعاون مع القوات المسلحه هننجزها في 30/6 القادم. يعني على 30/6 هتكون المزلقانات كل المزلقانات الشرعيه وغير الشرعيه؟ غير الشرعيه دي بقى هنشكل لجان نبص عليها. ما هو غير ضروري هنقفله. سواء رضي الاهالي او رضي المحليات او مفيش هزار. مفيش هزار. ليه؟ لان احنا يهمنا امن وامان الناس اكتر من اي شيء اخر. وطالما ان هناك مناطق عبور اخرى يعني القوات المسلحه داخله دلوقتي معانا في تطوير المزلقانات اللي هي في اعمال صناعيه واخدين 27 مزلقان
عندهم كباري ونفق، نفق الثلاثين في الإسماعيلية ده أضيف أخيرا كمان، فدي كلها حلول لتأمين المزلقانات. واستخدمنا بقى فيها ايه تقنيات حديثة. يعني ايه عوامل الامان اللي حضراتكم اضفتوها للمزلقان؟ احنا دلوقتي المزلقان بيتقفل ويتفتح والاشارات كله الكتروني. العنصر البشري فيه يعني محدود جدا، وعلى الرغم من هذا عملنا للعنصر البشري جوه في غرفة التحكم دي، ولعل حضرتك شفتيها برضو في التلفزيون لما زرنا الموقع وافتتحناه، شاشة الكترونية بتبين التقاطع والمزلقان. ما يقدرش يقول محدش اتصل بيا لا لا لا، كله شاشة الكترونية زي شاشة التلفزيون كده. مصورة كل شيء، وعنده تواليت في الأوضة. يعني بنعاملهم دلوقتي مش محتاج يطلع، مش محتاج ان هو يخرج بره ولا بتاع، عنده مكان آمن ومجهز لراحته تمام. وفي تليفون واتصال تليفوني ارضي، ومعاه كمان اللاسلكي الى جانب العلاج. احد انا شفت صور حضرتك عرضتها لي وريتني قبل بدايه التسجيل، وهنحاول ان احنا نعرض بعضها. من بين الصور اللي استوقفتني صوره لسيده مسنه بتعبر شريط القطر وبتعرض حياتها للخطر، وحيك حتى قلت لو اتقفل الفلنكات على رجليها مفيش اي حد يقدر ينقذها. صعب خلاص، لان الراجل اللي عمل التحويله ده يقف بعيد عنها بمسافه ومش شايف مين اللي بيعمل. طيب السؤال هنا، ممكن يكون في اماكن عبور، لكن صلاحيه اماكن العبور للناس اللي كلها وبالذات لكبار السن؟ يعني معظم اماكن العبور مثلا اكيد في خارج مصر بتشوف مثلا ان في اماكن مخصصه للمعوقين لكبار السن، فالكثيرون بيعملوا ده لان ما عندهمش اماكن بديله. سيده مسنه مش هتقدر تلف مسافه كبيره وتمشي على رجلها لغايه. معلش انا عايز اقول لستك حاجه، سيبيكي من السكه الحديد، تعالي عند التقاطعات على شبكه الطرق داخل المدن. فاكره لما كنا بنخطط كده مناطق العبور للمشاه؟ صحيح. هاتي لي حد بيلتزم بمناطق العبور للمشاه؟ مفيش. هي حاجه طبيعه في السلوك البشري عندنا ان احنا لازم نعمل الغلط. ليه؟ مش عارف. يجب ان احنا نغير هذه الثقافه، عشان كل واحد دلوقتي بيعبر، اول ما عاوز يعبر الشارع في اي حته هو واقف فيها يعبر، سواء العربيات ماشيه بسرعه سواء مش ماشيه، المهم بيريح نفسه. ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. وعندنا تجربه مترو الانفاق لما كان في عقوبات مغلظه ما كانت الناس تلتزم. يعني معنى هذا ايه؟ عاوز تعملي عقوبات مغلظه بقى، يبقى انت عاوز لك 2 مليون عسكري واقفين في الشارع وعلى السكك الحديد؟ مش معقول. يعني هل لازم احنا نغير من ثقافتنا؟ ظل التكنولوجيا الحديثه احنا محتاجين لهذا العدد؟ ماذا عن كاميرات المراقبه؟ ماذا عن برضه هتعمل لك ايه اذا كان السلوك وحش؟ انت هتسجلي الخطا اللي هو بيعمله، لكن تصحيح السلوك لازم نبدا بيه بانفسنا، ولازم اجهزة الاعلام والصحافه تساعدنا في ازاي نغير ثقافه المواطنين. جدا. لكن كمان ليس من العدل ان احنا نلقي بكل اللوم على فكره سلوك المواطنين. اكيد في سلوكات مش مقبوله، لكن مؤكد كمان ان في جوانب السلوكات دي بتحاول انها تلتف عليها، لانها احنا بقى كمهندسين بنعمل ايه؟ ايوه، بنعمل الحلول الهندسيه اللازمه لتامين حركه الناس سواء عبر الطرق او عبر المزلقانات بتاع سكة الحديد. بإما بنعمل يا انفاق يا كبارع علويه، او التامين بتاع المزلقانات بالاسلوب الالكتروني اللي انا قلت لسه. الانفاق ودي مشكله ثانيه يا فندم، بتتحول بعد شويه وحضرتك عارف، وبتتحول الى ممر يجمع القمامه وتتجمع فيه مياه المجاري او مياه الامطار، ويستوطنوا المتسولين والمشردين، واحيانا بيبقى مكان غير امن حتى للعبور منه. طب كويس، يبقى ده مسؤوليه وزاره النقل. مسؤوليه مين يا فندم؟ انا مش يعني مش مساله مسؤوليه وزاره النقل، المساله ليست القاء لوم على حد، ازاي نتعامل مع المشكله؟ ما هو ازاي حضرتك بتعمل مرفق وتنفق عليه وبعد كده يتحول؟ هذا التعامل يا منهان لازم يتاتى باننا نغير من سلوكياتنا الوحشه دي، ولازم يبقى في تعاون من المحليات ورؤساء المدن في معالجة هذه القضايا أيضا، ولكن ما تبقاش كلها مسؤولية جهة واحدة مشغلة. مسألة إلقاء مسؤولية بس يا فندم، الحكومة بالنسبة للمواطن هي الحكومة. ماشي أوكي، بكل وزرائها. هو مش هيجي يقول لحضرتك كده تقول لا يا فندم ده مش أنا، ده وزير التنمية المحلية. عندي يعني هو يريد، يعني مفترض إن في دي حكومة واحدة، مفترض إن في انسجام بينها، إن حضرتك ما تتحملش أخطاء حد تاني فبالتالي تدفعها من البداية. فين مساحة التنسيق هنا؟ التنسيق موجود وقائم، ولكن زي ما بقول لحضرتك بنصطدم في النهايه
بأن استجابة المواطنين لتنفيذ واستخدام الحلول الهندسية اللي احنا بنعملها. ما احنا بنعمل الشادوف يعني الشادوف اللي بينزل لا ما وريتك صورة بص عليها. الشادوف هو نازل المفروض ممنوع لا مرور للمشاة ولا اي حاجة والناس ماشية من تحتيه برضو. طب هتعمل ايه؟ بنعمل كبارع علوية في الطرق شبكة الطرق على ان الناس تستخدمها بدل يعملوا كروسنج او عبور للسيارات ما بيستخدموش هذه الكبارع. هتيلي الكوبري ده عليه كم واحد ماشي وشوفي بقى السطح برضو ماشي عليه كمان. في كوبري وله سلالم عالية وفي ناس قلنا بلاش نعمل كبارع نعمل انفاق قلتيلي بيستخدموه في الزبالة وبتاع. طب اعمل ايه بس قولي لنا خليكي مكاني وجدنا لا الحقيقة يعني لا اتمنى انا بقى مكان حضرتك والله يعينك على المكان اللي انت فيه. لكن انا بسأل حضرتك هنا هل حضرتك جربت تركب قطر الدرجة الثالثة بتاع السعيد؟ طبعا ركبته؟ امال ايه؟ وكان ده انا ركبت اكتر من كده القطر بتاع القاهرة اسمه القناطر ودخلنا على المزلان والاسواق موجودة وقف القطر لغاية ما الشباب ريحوا نفسهم وشالوا الاسواق بتاعت المعسكر الحديد واتحركنا تاني. طب انا لما اركب القطر ده قطر الدرجة الثالثة انا او اي حد متفرج عليا كل اللي هيعمله يعني اعتقد ان هو سيذكر الوزير والوزارة مش بخير قوي. حضرتك شخصيا لما ركبته انا جت حاله اكتئاب بيني وبينك بس هعمل ايه يعني ما اصل هي المشكله لما اتكلم عارفه لما اتكلم بقى مع المسؤولين بصح اللي هم بتوع المحليات بيقولوا ما الناس عامله لنا قلق وعاوزه تسترزق يعني عاوزه تسترزق. ما عجبهمش الا المزلقان بتاع السكه الحديد وشبك السكه الحديد يقف عليه زي الاعتصامات بالظبط. دايما في ناس هتبقى خارجه عن القانون دايما في ناس عايزه تعمل الغلط لكن مسؤوليه الحكومه انها تحميني انا المواطن الصالح الذي يريد ان يصل بامان من اخطاء الوزاره ومن المواطنين اللي زي دول. عارفه بقى المواطن الصالح ده يجب هو يمد ايده معانا عشان يلفت نظر جاره او المخطئ في استخدامه للطريق او المرفق فان اللي بيعمل ده غلط. يعني هل حضرتك عايز المواطنين الصالحين هم يروحوا يفضوا الاسواق اللي موجوده على المرفقات وعلى مش يفضوا يساعدونا في التوجيه. انا ما بقولش هيروح يضربوهم ولكن يساعدوا ويوعوا الناس. ده حضرتك كده عايز تزود لحوادث النقل لا نزودها ليه لا لما يعني لما ما كلنا كمنظومه واحده نشتغل مع بعض كتيم وير ونتعاون في يعني توعيه الناس لاستخدام المرافق بشكل افضل يعني هتبقى حاجه جيده. انا وانا في المانيا بدرس في المانيا ولسه بنتي صغيره واحنا بنتفسح في جنينه فبترمي ورقه شوكولاته كان يوم صعب جدا علي الاجتماعي كان واحده ست أيوة. المانيه قاعده في الجنينه قامت زعقت لنا ما ينفعش كده وبتاع اضطرينا ناخدها من يومها خلاص. يعني هو ده السلوك اللي الصوره دي بتستدعي صوره سكه حديد موازيه جنب السكه الحديد الموجوده على القطار سواء من اسكندريه لغايه اسوان وهي سكه حديد عباره عن تلال من القمامه تحيط السكة الحديد وفي منظر الحقيقة بتسير عليه قطارات الدرجة الثالثة وقطارات الدرجة الأولى وقطارات السياح وإحنا كلنا وموجودة طول الوقت. هل حضرتك شايف أن هذا منظر يليق بالسكة الحديد؟ لا طبعا هذا منظر غير لائق وإحنا بنصرف ما يزيد عن 25 مليون جنيه سنويا في رفع القمامة من فوق القضبان نفسها. ولكن إحنا عندنا دلوقتي خطة للتطوير للسكك الحديدية بنعمل فيها على أربع مستويات. المستوى الأول هو إن أنا النهاردة بأطور الجسور وخطوط السكة الحديد الحالية وأرفع من كفاءتها لأزيد عوامل الأمان عليها ثم بطور كافة الإشارات ونظام الإشارات المستخدم ليكون نظام كهربي إلكتروني متكامل بحيث يساعد على زيادة عوامل الأمان في حركة وتشغيل القطارات. الشيء الثالث أن أنا النهاردة بطور المحطات القديمة على مستوى الشبكة الحالية. والشيء الرابع أن أنا النهاردة بشتري رولينج ستوك أو قطارات جديدة. يعني إحنا لسه معلنين من أسبوع عن شراء 700 عربية للدرجة الثالثة وشغالين دلوقتي مع مصانع الهيئة العربية للتصنيع سيماف في إنتاج وتطوير 200 عربية مميزة للدرجة الثانية والأولى. يعني عربيات الدرجة الثالثة بحالتها المزرية اللي موجودة فيها بنشتري دلوقتي يعني في خلال شهر في حضرتك بتاعد ان في خلال شهر هتتحسن ان شاء الله ان شاء يعني الله. الانطباع الموجود عند ناس كتيرة الحقيقة بتتبع تاريخ حوادث القطارات المؤسفة الحقيقة ان الضحايا اغلبهم هم الفقراء ودايما ان قطارات الدرجة الثالثة هي المعرضة اكتر
للخطر، هل ده له اي اسباب فنيه؟ قله اكتراث مثلا بهذه النوعيه من الاسباب؟ لا انا اقول لحضرتك حاجه، يعني هي الاسباب في يعني اي حادثه بتحصل لقطارات الدرجه الثالثه بالذات نتيجه الى ان التكدس فيها بيبقى عالي. ليه بقى؟ يعني العربيه مثلا المفروض عدد الركاب فيها ما يزيدش ابدا عن 80 ل 100 واحد راكب، تجد العربيه راكب فيها 300 واحد. مش بتقطعوا تذاكر يا فندم؟ لا يا ريت يا ريت يا ريت بيقطعوا تذاكر. يعني قطار الصعيد اللي اتحرق ده، تخيلي ان هذا القطار كان المفروض عدد ركاب المفروض 1100، كان راكبه يومها 3000 واحد. عارفه الايراد اللي كان محصل يومها كام؟ 37 جنيه. يعني 37 راكب بس اللي دفعوا 37 جنيه؟ اه 37 جنيه. تخيلي الكل بيجي ويخش ويطلع ينام فوق السطح بتاع وينام على الكنبه اللي بتاعته بغض النظر المفروض يسيب مكان لغيره، ويناموا في الطرقات الى جانب بقى العفش بتاعهم والحاجات دي. يعني برضه السؤال هنا الرقابه على تطبيق القانون، يعني لما مواطن هيسطح ويعرض حياته وقد يعرض حياه اخرين للخطا، ازاي تتعاملوا مع هذه الظاهره؟ مؤكد ان هذا المواطن عمل كده مش عشان هو بيصيف فوق، لكن عشان هو شوف حضرتك هي دي عاوزه انفورسمنت مما لا شك فيه، عاوزه يعني لابد تطبيق جبري، تطبيق شديد. ولكن يعني احنا هيجي الوقت ان احنا لازم نبقى حازمين في هذا الموضوع. ليه بقى؟ لان لا يمكن ان نستمر بهذا، واحنا ان شاء الله بس عندما نتجاوز المرحله الانتقاليه اللي مصر بتعبرها دي بخير هنبدا فعلا في، لازم سواء احنا موجودين او غيرنا لازم نبتدي بقى تطبيق القانون بحزم في سبيل الحفاظ على مصر وعلى منشأة. حضرتك حملت إلينا العديد من الأخبار الطيبة، قلت إن هيكون في خلال شهرين مزيد. كم عربية يا فندم في الدرجة الثالثة؟ 700 عربية. 700 عربية في الدرجة الثالثة. وبنطور دلوقتي أيضا 200 عربية مكيفين ودرجة ثانية مميزة. العربيات المكيفة اللي هي إما التكييف ساقع جدا ثلاجة، يا إما التكييف عطلان وما تندفع ثمنه وما بيتمتعش بيه. لا لا إن شاء الله يبقى مظبوط. وفي نفس الوقت بنشتري دلوقتي ايضا بصدد شراء 16 قطار كامل جداد نوفي، يعني قاطره و10 عربيات هنا دول للخدمه المميزه. اكمل بس الرؤيه بقى وهتمشي ازاي. احنا المستوى الاولاني ده اللي احنا اتكلمنا عليه، ان بعد اعمال التطوير دي وشراء رولينج ستوك وتطوير المحطات وتطوير الاشارات وتطوير المزلعنات، هشغل الشبكه الحاليه كقطارات ضواحي. بمعنى ان هي هتربط القرى والمراكز بعضها ببعض بقطارات بتتحرك بسرعه لا تزيد عن 80 كيلومتر في الساعه. تمام، يبقى ده المستوى الاول اللي بنخدم فيه على محدود الدخل والمستوى. يعني احنا كده بنتكلم عن سكه حديد جديده؟ لا انا بتكلم على الوضع الحالي. على الوضع الحالي انا لسه ما دخلتش في حاجات جديده دلوقتي. انا بطور الوضع الحالي بحيث يكون آمن 100% إن شاء الله، وفي نفس الوقت بدخل له أساطيل عمل جديدة. يعني السكك الحديدية اللي أنا فهمته وعايز حضرتك تصلح لي، إن القطارات الحالية بحالتها دي هتكون قطارات ضواحي تربط ما بين المدن في المحافظات. ده المستوى الأول في التطوير. المستوى الأعلى هي القطارات الجديدة اللي هتدخل الخدمة اللي حضرتك لسه بقى إليها. أنا عندي 4 مستويات، خد بالك أنا لسه خلصت المستوى الأول بس. المستوى الثاني بقى، أنا هاجي على خط اسكندرية القاهرة أسوان. هذا الخط بيشيل تلتين حجم الإركاب اليومي من ركاب سكك حديد مصر. أنا المفروض في الظروف العادية بنشيل 1,200,000 راكب. معنى هذا إن خط اسكندرية أسوان بيشيل 800,000 راكب يوميا. ومن ثم إحنا عاوزين نرفع كفاءة هذا الخط إن شاء الله، بحيث إن هو بعد ما نستكمل، أنا خلصت تطوير الإشارات حتى أسيوط، من إسكندرية حتى أسيوط وحولتها إلى إشارات كهربية إلكترونية. هستكمل دلوقتي من أسيوط حتى أسوان إن شاء الله، بحيث أن يبقى رفعت كفاءة هذا الخط مع تطوير السكة والجسور والمزلقانات التي عليه. هنقدر نشغل عليه قطارات مكيفة جديدة مميزة لخدمة المستوى الثاني بقى بسرعات تصل الى 120 كيلومتر. هل ده يزود اسعار التذاكر؟ لا 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 لا، المستوى الاول ولا الثاني هنزود فيه ونرفع اسعار التذاكر.
ده عشان نحافظ على البعد الاجتماعي وعلى محدود الدخل. تمام. نيجي بقى المستوى الثالث اللي هو دي رؤية المستقبل اللي عاوزين نطور فيها بقى سكك حديد مصر لتعمل بالجر الكهربائي بدلا من الجر بالسولار. وده هنعمل بقى خط جديد خالص غرب النيل وغرب الدلتا في الصحراء يمشي بالكهرباء. دي سكة حديد جديدة سكة خالص. حديد جديدة خالص بالكهرباء. بالكهرباء مش هتحمل على شبكة الكهرباء اللي بتعاني من مشاكل. لا احنا على فكرة القطارات بتاخد كمية قليلة من واحنا متفقين مع السيد وزير الكهرباء ان احنا نستغل جزء قليل من الطاقة الكهربائية. وهنكون عند تنفيذ هذه الرؤية ان شاء الله مصر ظبطت امورها في الطاقة في خلال كم سنة. ما هي الفكرة التانية دي هتاخد لها لان نعملها على مراحل برضه. المرحلة الاولى من اسكندرية حتى القاهرة، والتانية من القاهرة حتى اسيوط، والتالتة من اسيوط حتى اسوان. هتبدأ يعني نقدر نقول هيبقى عندنا مرحلة اولانية في خلال بمشيئة الرحمن احنا هنطرحها يعني على نصف فبراير الجاي ده باذن الله. هتطرحها هيك كمشروع كمناقصة باذن الله. لكن في تخطيط بس كشركة مجتمعية هي اللي تتولى تنفيذ هذا المشروع. هل دي تبقى خطوة في سبيل خصخصة السكة الحديدة والمشروع الناس خايفة منه انها في خلال وقت قليل تحل دي محل دي وتنهار خدمات الخطوط الاولانية؟ السكة الحديد يصعب خصخصتها لان هي تقدم خدمة عامة للمواطنين ومن ثم لازم تبقى تحت اشراف الدولة. يعني ولكنها لا شركة أي نية لخصخصة السكة الحديد في اي مكان. صعب جدا. ولكن احنا بنقدم خدمات بقى بتخرج عن نطاق الدعم بقى الحكومة. مرتفعة الثمن لانها مرتفعة التكلفة وبتقدم خدمة مميزة. هذه الخدمة المميزة بقى بالخط المكهرب اللي بقول لسيادتك عليه ده غرب الدلتا والنيل ده هنقدم خدمة بسرعة 180 كيلومتر في الساعة. يعني من اسكندرية لأسوان في قد ايه يا فندم؟ يعني ده هيخش في حوالي 5 ساعات ونص من اسكندرية لأسوان. 5 ساعات ونص في الخدمة المميزة اللي حضرتك بتتكلم عنها. عندنا خدمة أميز كمان بقى هنطير بقى في السكة الحديدة هنطير فعلا فيها وهتبقى فوق الخدمة دي اللي هو المستوى الرابع من الخدمة على أساس إن ده بنسميه القطار فائق السرعة. ده بيربط اسكندرية بالجيزة بمنطقة الأهرامات ثم أسيوط ثالث محطة له ثم الأقصر رابع محطة له ثم أسوان. وده قطار فائق سرعة بيمشي ب 350 كيلومتر في الساعة ومرتفع عن سطح الأرض. مرتفع عن سطح الأرض بيبقى كأنه حتى المحطات بتاعته إليفيتن يعني كله على أساس النهاردة أضمن إن مفيش بقى لا كروسنج ولا تحرك. حضرتك بتتكلم كده يعني هذه الخطط والأحلام إمتى تبقى قابلة على الأرض؟ بتتكلم في خطة زمنية مدى 10 سنين. 10 سنين عندما إن شاء الله ننجز إنشاء الشركة على منتصف فبراير القادم. وهذه الشركة شركة مصرية بمساهمة البنوك ورجال الأعمال والمواطنين وبعض الجهات. ولا علاقة لها بتغير الحكومات زي حضرتك جيت خلاص دي شركة بقى إن شاء الله هنسجلها في البورصة إن شاء الله بأسهم وكل حاجة وتشتغل في هذا المجال وعلى مراحل. مرحلتها الأولى دايما زي ما بقول ستك من اسكندرية لغاية القاهرة ودي هتستغرق حوالي 2-2.5 سنين. كل مرحلة من دول 2-2.5 سنين إلى أن استكمال 4 مراحل إن شاء الله خلال يعني 10 سنين. أنا بحاول أخذ أهم المحطات لأن حضرتك لديك حقيبة وزرية مثقلة الحقيقة بالكثير من الأشياء. لكن قبل ما أخرج من ملف السكة الحديد أنا عايزة أتوقف عند لحظة بتبدو فيها دراما كده وكانت محل تساؤل. المهندس إبراهيم الدميري الذي خرج في لحظة درامية وشديدة السوء سنة 2002 بعد حادثة كانت مفزعة للرأي العام وشاهدنا صور يعني لا تفارق ذاكرتنا حتى هذه اللحظة. ثم عرضت عليها هذه الحقيبة مرة تانية في 2013. إيه الفكرة اللي دارت في دماغك حضرتك ساعتها وإيه اللي خلاك توافق؟ والله انا ما كنتش رايح اوافق بصراحه انا ضغط عليا يعني قالوا لي ما بتحبش مصر قلت لهم لا انا بموت في مصر. مصر دي فضلها علينا كلنا وما اقدرش اقول لا فقبلت. ايوه ايه اللي حضرتك كنت شايف ان هو ممكن يتقدم؟ يعني انت خرجت من سكه حديد تعلم ان لديها مشاكل كتيره. ايه اللي هل مثلا كان عندك شفت ان التجربه دي قعدت لا انا عاوز اقول فكرت فيها لقيت ان يعني ممكن تقدم. ايه اللي ممكن حضرتك تقدم؟ من الصعب جدا اولا يعني أي إنسان يستطيع أن يقدم شيء لهذه البلد يجب أن لا يبخل عليها به. وأنا بصفتي أصلاً أستاذ تخطيط نقل ودي شغلتي يعني يعني وعندي كتب منشورة في رؤية لتطوير قطاعات النقل حتى 2050.
فكان يعني لزاما عليا ان انا لا اهرب منه. طب خليني اكلم حضرتك كده بصراحه المواطن البسيط واسالك ببساطه كده وانا عارفه ان حضرتك صدرك واسع. الناس ممكن تقول طب يعني ما انت ما عملتش حاجه في المره الاولانيه وما تصلحتش وحصلت كارثه. ايه اللي خلاك ترجع تاني وتصور ان حضرتك تعرف تصلحه، خصوصا ان برضو ان البدايه بدات كمان بكارثه، فالامر ادى صوره ما هياش يعني في على الاقل جزء من سوء الحظ مثلا. يعني شوف حضرتك طبعا يعني هو ده كلها حوادث قدريه يعني ما نقدرش نحملها لاي مسؤولين. ويعني الدليل على كده في الحادثه الاولى لما رحت شهدت في المحكمه كلهم خرجوا براءه يعني مش ولكن هي زي ما بقول لحضرتك احساس الانسان بالمسؤوليه وامانه وخير هذا البلد عليه خلاني لازم يعني إيه اللي لا شفت انك ما عملتوش المره اللي فاتت واتاح لك القدر فرصه ثانيه انك تعمله. هو شوفي حضرتك المره اللي فاتت كنا بنعمل في ظروف كان حتى ممنوع ان احنا ناخد قرض من الخارج علشان نطور ونحدث، لان كان هناك شويه ريستريكشنز او يعني قواعد للقروض ان الجهه اللي تقترض لازم تبقى عندها القدره ان هي تغطي اقساط القرض بنفسها بعيدا عن الدوله. فطبعا كان من الصعب ان احنا نحقق طموحاتنا واحلامنا، يعني قطار فائق السرعه ده ما انا طرحه من سنه 2000 مثلا، ولو كان اتنفذ في الحقيقه خلال السنوات دي كنا وفرنا كتير قوي فيه، ولكن للاسف الشديد ما. طب ايه اللي اتغير في المنظومه من ساعه ما حضرتك سبتها لغايه ما رجعت؟ هل احوال السكك الحديد بقت اسوأ ولا احسن؟ لا انا اقول لحضرتك حاجه، انا سبت الوزاره وانا 11 سنه تعاقب عليا 9 وزراء في 11 سنه، فماذا تنتظري ان التسعه كل واحد بيقعد له سنه سنه ونص هيعمل ايه في السنه سنه طب ونص؟ طب حضرتك ما خفتش من مصير مشابه حضرتك جاي في وزاره تبدو انتقاليه اكتر؟ وفي انتخابات وقد يعني يضاف لسجلك انك دخلت هذه الوزاره مرتين ولم تنجز انجازا ذي بال. لا شوفي ايه اللي حضرتك حابب تتحدى بيه وتقول والله انا هخرج من هذه الوزاره بعد ما عملته عشان ارد اعتبار خروجي في 2002 عقب كارثه؟ انا يعني هذا الموضوع الرد عليه ان انا الوزير الوحيد في تاريخ مصر اللي حط رؤيه لتطوير قطاعات النقل كلها، وهذه الرؤيه مش بتغطي الحاضر ولكنها بتلبي احتياجات المستقبل. فمش معقول يبقى في واحد متخصص وله مدرسه علميه في كل مكان ويبخل على بلده بهذه الرؤيه. يعني فانا لو حتى مشيت النهارده بعد ما اسلم عليك اي حد هيجي ما هو هيلاقي حاجه اتحطت على اسس علميه يشتغل عليها مش هيتعب. يعني الشيء اللي هيسرني ويسلك صدري ان اي وزير اخر هياتي بعدي هيلاقي كل شيء رتبنا له البيت وحطنا له خطط ومشروعات جاهزه على التنفيذ مباشره. طب مجرد ما يلاقي اسلوب تمويل جاهزه على التنفيذ بخلاف السكك الحديديه وحضرتك تتكلم عنها في بلد عدد ضحايا حوادث الطرق فيه يكاد يعادل عدد ضحايا الحروب في دول اخرى. لا احنا عندنا رؤى كثيره في تطوير شبكه الطرق مثلا. يعني احنا انا حاطط رؤيه لانشاء شبكه طرق حره سريعه متكامله للخروج من الوادي الضيق اللي احنا عايشين فيه لاستيعاب وادي افسح واوسع لتلبيه النمو السكاني والتطور العمراني اللي هيحدث ان شاء الله حتى عام 2050، لان احنا النهارده عدد سكاننا 90 مليون نسمه، كل 30 سنه بنزيد النص بالظبط، يعني على سنه 2050 هنوصل 140 145 مليون نسمه. طب دول انا عاوزين يعني مناطق عمرانيه جديده، وهذه المناطق لابد ان هي ترتبط بشبكات انتقال وبساطة انتقال مختلفة. يعني ده كلام جميل. الفرق بين حضرتك وبين أي متخصص في نفس مجال حضرتك ولديه ربما رؤى طموحة إن حضرتك جلست على كرسي المسؤولية مرتين وبالتالي تعلم المشاكل العملية اللي ممكن تخلي حتى أعظم الخطط غير قابلة للتطبيق. هل نقدر نقول إن الوزارة لديها خطة جدول زمني تقدر إنها تعلنه لتطوير الطرق لتطوير مرافق النقل بحيث ان احنا نقدر كل سنه نقعد مع حضرتك كده قعده جرد حساب كده والراي العام يحاسب حضرتك على ما تم انجازه حضرتك والوزراء التاليين ان شاء الله؟ احنا حاطين هذه الرؤيه وحاطين برامج لكل 5 سنوات لتنفيذ هذه الرؤيه المستقبليه،
لان زي ما بقول لستك الطلب على النقل بيزداد كل عام بعد عام. صحيح. نظرا للنمو السكاني. خلينا في الطرق، ايه اللي هيحصل السنه الجايه؟ ايه اللي هيحصل خلال شهور قليله؟ احنا اولا بالنسبه للطرق، احنا دلوقتي بننجز بالتعاون مع القوات المسلحه طريق مصر اسكندريه الصحراوي من البوابات في القاهره حتى البوابات في الاسكندريه، ثم شركات الطرق التابعه لنا بتكمل من بوابات اسكندريه حتى كارفور او مدخل اسكندريه. فاحنا هذا الطريق بقى له مثلا دلوقتي 10 سنين وما خلصش. فقلت مش معقول الكلام. فبالاتفاق مع القوات المسلحه والهيئه الهندسيه الحقيقه تم نقل الامتياز لهذا الطريق للقوات المسلحه، واحنا بنستكمل الجزء. طب يعني بين قوسين القطاع السابع، بين قوسين، ملاحظه بين قوسين بدون قطع كلام حضرتك، سر التفاوت بين المشروعات، مشروعات الطرق التي تنفذها القوات المسلحه وبين مشروعات الطرق التي تنفذها شركات تابعه للوزاره او غيرها؟ يعني البعض بيورد بعض الملاحظه اللي ممكن تكون حقيقيه او غير حقيقيه لكنها يعني وارده، ان السبب الكبير اللي بيخلي تكلفه ما تنشئه القوات المسلحه اقل والجوده اعلى هي ان هناك عامل موجود في الوزارات في مصر وهو الفساد، وانه هذا العامل هو السبب في التاخر في زياده التكلفه في سوق المنتج النهائي. هل حضرتك لديك تفسير اخر؟ انا اقول لك، هو احنا مش عاوزين كل شيء نشيله لقميص الفساد او قميص عثمان زي ما بيقول. هو الحقيقه قميص واسع جدا في مصر مع الاسف. معلش. ولكن هو انا اقول لحضرتك، شبكه الطرق المصريه كما تعلمين سيادتك بلغ اطوال النهارده حوالي 62 ألف كيلومتر. اللي بتشرف عليهم او مسؤول عنهم هيئه الطرق والكباري او وزاره النقل يمثل حوالي 50% من هذه الشبكه، والباقي دي طرق داخل المحافظات والمحليات هي اللي بتقوم بالاشراف عليها وانشائها. هذه الشبكه في الحقيقه يعني عمرها كبير، يعني يصل الى اكثر من 100 عام. وعندما صممت المحاور الطوليه السريعه صممت على اساس حمل محوري 10 طن. هذا الحمل المحوري النهارده في السنوات الاخيره اصبح مش هو اللي ينفع مع الحمولات اللي بتمشي عليها النقل الثقيل ووسائل النقل الثقيله. النهارده المفروض الطريق الجديد لازم يبقى الحمل المحوري المصمم عليه هذا الطريق أكبر. على الاقل 13 طن او 15 طن. فلو تيجي تشوفي بقى، الحمد لله القوات المسلحه لما جت نفذت طريق القاهره الكريمات السخنه ده صمم على هذا الحمل الجديد، وفي نفس الوقت برضو مجموعه الطرق والوصلات الاخرى التي قامت بها برضو، لان خلاص خدنا دلوقتي معيار في اي طريق جديد ننفذه لازم يصمم على هذا الحمل، لان لو ما عملناش كده بيكون النتيجه تدمير لشبكه الطرق الحاليه، وهو ده اللي احنا بنعاني منه. وعشان كده حاطين دايما الموازين عند مداخل المواني المصرية عشان نمنع خروج أي مركبة شايلة أكثر من الحمولة اللي مقررة في الرخصة بتاعتها اللي ينجم عنها في النهاية حمل محوري أكثر من الحمل المصنع. لا يجيب على سؤالي يا فندم. نعم أنا كلام جميل. أنا بسأل حضرتك لك أنا مخلصتش. فبالطريقة دي النهاردة لما نلتزم جميعا بهذا الحمل المحوري الجديد في أعمال التصميم للمنشآت والطرق الجديدة هنتفادى أي أعمال ينجم عنها التكسير أو التدمير للطريق المبكر. في الماضي زي ما بقول لسيادتك كان في أخطاء مما لا شك، يعني كالعادة أي عدم وجود ذمة في تنفيذ الطريق، لأن الطريق ده بيكون من 3 طبقات، طبقة الأساس وطبقة ما بعد الأساس ثم الطبقة السطحية. هذه الطبقات الثلاثة يعني ممكن يسرق فديا، ممكن. وأنا أفكرك بمحور 26 يوليو ما تهدي 3 مرات وتعاد 3 مرات. ليه؟ لأن هناك أخطاء وفساد حصل في هذا المحور عند تنفيذه. ومن ثم المفروض بعد دلوقتي أن تكون هناك رقابة على الإشراف على التنفيذ، وان كل واحد يراعي ربنا بقى. هل تمت محاسبه الذين قاموا يعني افسدوا اللي حصل عندهم مشاكل دي عشان يبقى في فكره الردع
لأي حد بيفكر تاني، ولا الأسهل أن أنا أسند القوات المسلحة ومش مهم أصلح لا 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 لا, لا, لا يعني هو يعني بالنسبة للإسناد بالنسبة للقوات المسلحة للطريق الصحراوي ده كان بالنسبة لنا قرار صعب في الحقيقة، لأن لما فوجئت أن لقيت الطريق بقاله 10 سنوات ارتفعت فيه طبعا كلفة التطوير والإنشاء. صحيح. لأن أنا يوم ما عملته سنة 2000 وتحطت له 600 مليون، النهاردة صار في 4.4 مليار. ده بل سنتك. ولما أجي بقى أتفق مع القوات المسلحة وعندهم الديسيبلين والالتزام اللي يسلموني فيه لغاية 30/6 حاجة ممتازة. طب والأربعة مليار دول هيروحوا فين؟ ما هو دول بقى في الأوراق دي كلها موجودة في يعني. هل تم تحقيق أي دعوة قضائية؟ هل تم فتح تحقيقات في الإدارة؟ هي بتتكلم في مبلغ ضخم. كل دي أصلها مراحل سابقة عن عودتي للوزارة الحقيقة. أيوة فندم ماوية. ولكن يعني ما زالت هذه الأشياء كلها تحت الفحص في الجهات الرقابية. وأول ما التقرير جينا كل واحد بياخد يعني هنسمع عقابة. قريبا عن فتح هذه الملفات ملفات إدارة المال العام. لم تغلق لم تغلق كلها لم تغلق، هذه الملفات موجودة تحت الرقابة وتحت التفتيش، وعلى حسب ما النتيجة تمشي كل واحد ياخد جزاؤه. يعني احنا بنتحدث عن بلد كلفة الفساد فيها ربما تكون أكتر من بتلتهم جانب كبير جدا من ميزانيتها ومن أموالها العامة. لا شك لا شك يعني، ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا. لكن عندما يعني يحس كل مواطن النهاردة أن البلد دي بلده وأن هو لازم يخلص ليها ويحافظ عليها هتقل قوي عملية الفساد. كوبري اكتوبر بعض الناس كانت بتتكلم في فترة اللي فاتت عن انه هو بيعاني من مشاكل، ان في تسريب للمياه فيه وانه لم يعد امنا. ايه اللي حضرتك تقوله لنا؟ واحنا كلنا تقريبا بنركب الكوبري ده في اليوم ربما اكتر من مرة. الامان على كوبري اكتوبر. شوف يا ستي، بالنسبة لكوبري اكتوبر في الحقيقة العيب الوحيد في كوبري اكتوبر من ناحية بقى واحد متخصص انه خطط على مراحل ونفذ على مراحل. كان من الواجب أن يخطط كوبري اكتوبر يخطط على مرة واحدة وينفذ على مراحل. نجم عن أنه خطط على مراحل ونفذ على مراحل أن تعددت المطالع له وتعددت المخارج منه. الأمر اللي حجم المرور القادم وحجم المرور المتسرب الباقي لا يسمح به العرض القائم في الوسط انه يستوعب هذه الاحجام، وده اللي بيؤدي الى الاختناقات المرورية. النقطة الثانية الحقيقة ان الوصلات بتاعته في الحقيقة محتاجة تطوير وتحديث في استخدام الوصلات بتاعته. واحنا عندنا مثال جيد جدا للكوبري اللي عملناه فوق قناة السويس وافتتح سنة 2001. اللي يروح يتفرج على الوصلات اللي موجودة على هذا الكوبري أحسن كوبري ينفذ في مصر الحقيقة. يعني هل حضرتك شايف إن إحنا من الأفضل إن إحنا نطور كوبري أكتوبر مثلا يعني أو نعدد مراحله أو إنه يقام كباري ممكن تكون موازية أو حتى مرتفعة؟ هو طبعا كوبري أكتوبر لأنه هو يعتبر الرابط العرضي الوحيد لشرق القاهرة بغرب القاهرة، وطبعا بعديه بيجي على طول الطريق الدائري من بره. ولكن حل هذا ايه؟ ان احنا النهارده نستكمل شبكه مدفوع الانفاق بتاعتنا. بس كوبري اكتوبر امان ولا مش امان؟ لا امان طبعا، يعني مش متاثر بالاحمال اللي عليه. لا 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 كان لا 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 الكلام عن ان في تسريبات للميه من خلال بعض الشقوق اللي لا فيه لا 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 وده بيأثر على جسم الكوبري. لا وحدي. هتيجي منين الشروخ اللي فيه او الميه هتتسرب منين؟ مفيش لا 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 مفيش كلام. مترو الانفاق بقى بكل ما يعني مترو الانفاق اللي كان في قبل سنوات فخر الصناعة المصرية أو الحضارة المصرية زي ما كنا بنقول، أصبحت الآن حالته أولا بتكلم على ناحيتين، استكماله من ناحية ومن ناحية تانية سوء الحالة اللي أصبحت فيه التكدس، إغلاق بعض المحطات لظروف طارئة لم تنتهي حتى الآن. يعني محطة 6 أكتوبر محطة عفوا محطة الشهداء وما يتم عن إغلاقها من مشاكل وتكدس مروري، إمتى هتتفتح؟ شوفي ستي، أولا يعني بالنسبة للمترو طبعا يعني الخط الاول ده من زمان من اواخر الثمانينات ثم جاء الخط الثاني وده استكمل في الفتره اللي انا كنت فيها في الاول، ثم احنا الان بنعمل في الخط الثالث. الخط الثالث ان شاء الله المرحله الثانيه بتاعته
هنفتتحها في الأسبوع الأول من إبريل القادم. اللي هي بتصل لفين يا فندم؟ نعم. اللي بتصل لفين؟ دي بتربط محطة العباسية. أيوه. اللي هي نهاية المرحلة الأولى من الخط الثالث إلى محطة الأهرام في مصر الجديدة. وإن شاء الله يعني برضو في خلال هذا الشهر قبل ما ينتهي هنطرح المرحلة الثالثة من الخط الثالث اللي هي بتبدأ من العتبة حتى إمبابة. ودي الدراسات بتاعتها جاهزة والفلوس بتاعته كمان جاهزة. احنا دلوقتي بنشتغل في استكمال المرحلة الرابعة من محطة هارون في مصر الجديدة حتى مطار القاهرة. ودي مفتتحة امتى ان شاء الله؟ بتاع مطار القاهرة. مطار القاهرة نوصل لا ده دي لسه لا تعمل لها دراسة ولا جبنا لها لسه فلوس. فاحنا شغالين فيها بجدية لان انا نفسي اعمل الرابعة مع التالتة. المرحلة التالتة مع المرحلة الرابعة لان كل مرحلة من هذه المراحل بتستغرق 5 سنوات. وانا نفسي اوفر في تنفيذ هذا الخط الحقيقة بالنسبة للخمس سنوات. بالنسبة للأكتوبر اللي بيعاني سكانها ان هم مش موجودين على خط المترو وانه لا توجد مواصلات كتيرة. هل في خطط بالنسبة لتوصيل المترو الانفاق مثلا لمدينة 6 اكتوبر؟ لا من الصعب ان انا اوصل مترو الانفاق حتى 6 اكتوبر. ولكن احنا عندنا بدائل. زي هذه البدائل احنا ان شاء الله شغالين فيها على اساس اشرك القطاع الخاص فيها. زي انشاء خط مونوريل يربط ميدان لبنان. مونوريل؟ اه. اللي هو عبارة عن ايه يا فندم؟ اللي هو القطار معلق فوق سطح الارض على عمود واحد يربط محطة زي في المطار. ميدان لبنان. زي اللي في المطار القاهرة بداخل مدينة 6 اكتوبر. واحد تاني ان شاء الله من ميدان الرماية برضو لغاية 6 اكتوبر. فاحنا شغالين في اعداد دراسات ابتدائية لهذا الموضوع وهنطرحه ان شاء الله للقطاع الخاص. يعني هو فكرة ولا مشروع فعلا تم التخطيط ليه ونقدر نقول ان هو في جدول زمني؟ احنا شغالين في اعداد دراسة ابتدائية دي. وهناك استجابة من بعض رجال الاعمال ومستثمرين عاوزين يعملوا هذا المشروع. طب بالنسبه يا فندم يعني لما حضرتك بتتكلم عن اشراك رجال الاعمال ومستثمرين اللمبه الحمراء اللي بتضيء هي دايما هي فكره اسعار وتوفير وسيله نقل ادميه للبسطاء وفي نفس الوقت ما تكونش يعني احد اسباب تكدس ربما في يعني حضرتك الاستاذ تخطيط مش احنا لكن البعض شايف ان احد اسباب الازدحام الشديد في القاهره غياب وسائل النقل الادميه للطبقه الوسطى وللبسطاء فالجميع بيحاول هو يلجأ للسيارات الخاصة ويعني مش دايما بتبقى السواقة مهمة لطيفة. ايه الخطط الموجودة للوزارة للحل؟ وشوف حضرتك في غيبة النقل الجماعي. أيوة. بصفة عامة تجدي النقل العشوائي اللي بيتمثل في الميكروباصات او استخدام بقى المركبة الخاصة. احنا النهاردة حريصين ان احنا نوفر وسائل نقل جماعي آمنة ومريحة اللي بيها الانسان. لا هتيجي ان شاء الله ما تقلقيش. امتى يا فندم؟ مع استكمال النهارده شبكه مترو الانفاق 6 خطوط بتاعتنا ومع عمل خطوط المونوريل اللي هتربط تجمعات عمرانيه جديده زي 6 اكتوبر وعندنا شغالين كمان دلوقتي في خط ربط مدينه السلام والعبور والشروق والعاشر من رمضان ببلبيس بخط مكهرب حديدي من عين شمس يمشي لغاية بلبيس وأيضا مدينة الإسكندرية وربطها بمدينة برج العرب ومطار برج العرب. دي مشروعات احنا ماشيين فيها دلوقتي بجدية والدراسات بتاعتها جاهزة عندنا وهنطرحها برضو إن شاء الله قريبا جدا للتنفيذ. كل هذه المشروعات بنسميها مشروعات نقل جماعي. الأمر اللي الإنسان بقى مش محتاج بقى إنه يركب عربيته طالما هيجد وسيلة مريحة ومكيفة وبسعر معقول يستخدم هذه الوسائل. عندما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ هذه المشروعات النقطة ان هو لازم كلفة التشغيل والصيانة هيتحملها المواطن بس هيتحملها بصدر رحب وهتبقى مش ما فيهاش مغالاة. لان انت النهاردة حضرتك لو تشوف الميكروباصات بيعملوا ايه في الناس بياخدوا 3 محطات كده وياخدوا عليها 2 جنيه. فانت النهاردة لو عندك وسيلة نقل جماعي وبتدفع جنيه يبقى هتبقى احسن واريح بكثير. انا بشكر حضرتك. يعني احنا حاولنا في خلال الوقت الزمني القليل المتاح لي ان احنا نعرج على اهم المشكلات. الله يعينك على حقيبه وزاريه مليئه بالمشاكل لكن نتمنى ان على الاقل في وقت قريب يقدر المواطن المصري لا تتحول ركوبه للسكه الحديد لمغامره
تستدعي كتابة وصيته أحيانا، أو إن خروجه من بيته أحيانا يتحول إلى مأساة تستنزف القدر الأكبر من عمره. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ومشاهدينا غدا بإذن الله يوم جديد في مصر. في هذا اليوم اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفي وزير النقل والمواصلات الدكتور إبراهيم الدميري. حتى ألقاكم غدا، هذه تحيات فريق البرنامج وتحياتي منى سلمان. إلى اللقاء.